طيب معانا على التليفون نجم كبير في عالم كره القدم، طبعا مدير الكره بالنادي المصري كابتن ابراهيم حسن. يا كابتن ابراهيم، خالد ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله ربنا يخليك، كله تمام كله مية مية؟ الحمد لله، تمام الحمد لله. بي 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 مستمتع بافريقيا ولا ماتشات عاديه ولا ايه رايك؟ يعني طبعا في ماتشات كويسة، في ماتشات قليلة، وفي فرق لسه ما مستواها ما ظهرش بصورة كويسة، وفرق بتحاول بتطلع خطوة خطوة. يعني مين اكتر فريق عجبك يا كابتن ابراهيم في البطوله؟ يعني بصراحة أنا شايف إن أعتقد برضه السنغال شغال كويس. ال يعني في وقت إحنا المشكلة إن أنا الوقت اللي فيه الماتشات كلها معظمها بيبقى عندنا تمرين، فمش متابع كويس. حتى الماتش مباراة منتخب مصر ما تابعتهاش، اتفرجت على آخر 5 دقايق بس، سمعت تعليقات والناس سواء في التلفزيون أو الناس العادية اللي هي مركزة طبعا مع منتخب مصر. فشايف ان هو منتخب مصر تقريبا ما اداش بالشكل كويس يعني، بس انا ما اقدرش احكم، ما اقدرش اقول اتكلم في الماتش كويس عشان انا ما اتفرجتش عليه، انما الناس زعلانه اكيد. بس هو الفكره كلها ان هو خلاص الناس اقتنعت ان، او الناس اقنعوهم ان فكر الانتاج الفني هو يعني مبسوطين بيه كده، ان هو بيلعب بمنتخب مصر دفاع، يعني مباراه غانا لعب دفاع وكسب، فبيقول لك خلاص هيبقى دام كده ما فيش مشكله. بس انت المشكله ان انت عندك قدرات كبيره جدا فنيه خالد ما بتستغلهاش. يعني انت عندك لعيبه مهاريه عدد كبير جدا، رمضان وكهربا و وفي لعيبه ما اتخدتش كمان في منتخب ولي احمد سليمان. جمعه، كنت شايف ان هو يستحق يا كابتن؟ اكيد انا مش بس هو بلا عايز، خبرات، تفتكر كان ممكن يبقى ولا ما تفرقش؟ لا لا، طب خبرات الناس اللي موجوده ايه اللي ما... صح، عندك حق. يعني كلاعب كوك اعتقد، يعني طبعا كوكا مثلا لعب كام ماتش دولي، يعني هي العمليه مش كده، هي في لعيبه بتبقى كويسه شخصيتها وبتتولد في البطولات دي، زي محمد ناجي جده كده، زي جده مثلا اتولد في البطوله بتاع افريقيا. صحيح. فانت يعني شايف هو عنده من الصغير في السن، يعني سنه المناسب جدا جدا ان هو يقدر بقدراته يقدر يعمل حاجه مع منتخب مصر. بس هو يعني انت شايف، انت عارف طبعا بتبقى عمليه لما عملت اختيار طبعا للمدير الفني بيبقى ليها حسابات كتيره. احمد جمعه بيلعب في النادي المصري فما عندوش هاله الظهير اعلاميه، الاعلامي يعني. تمام. وبعدين برضه باسم مرسي المفروض راجل يبقى في المنتخب، انا برضه استغربت اتفاجئت ان هو بره المنتخب. يعني هو عنده خبرات كتيره جدا مع نادي الزمالك دلوقتي، زي ما انت بتقول الخبرات، فازاي ما يروحش؟ ازاي ما يبقاش موجود في منتخب مصر؟ صحيح. واحمد جمعه راجل مقاتل وقوي ويعني فنياته عاليه جدا، وراجل يعني ظهر بشكل كويس في الدور الاولاني كله. فطبعا دي اختيارات مدير فني وهو يتحملها. بس هو طبعا المشكله كان خالد قبل البطوله، الراجل لما صرح ان انا مش رايح اخد بطوله، انا لو هتكوش البطوله، فالكلام ده مش كويس. يعني انا لازم اقول انا رايح اقاتل ان انا اعمل حاجه في البطوله، بالظبط، لازم معنويا حتى صحيح. ادخل اللعيبه في المود دوت، ومش مهم الناس تقول ايه. خلاص. طب انت، طب انا اجيب راجل لسه خريج تربيه رياضيه يمسك المنتخب ده، انا راح ادافع او امشي اعمل نتائج؟ انا لازم اعمل نتائج، لان انا بلعب باسم كبير، اسم مصر، انا مش بلعب باسم سيراليون ولا فرقه مع احترامي ليها منتخبات الصغار. ده وجهه نظري، يعني ده وجهه نظري كراجل لعيب كوره وشايف ولعبت منتخب مصر. اللي يمثل منتخب مصر ادام مثلت مصر لازم تمثل بقوه، ما فيش حاجه اسمها ان انا رايح ما اعملش حاجه، ما ينفعش. تمام يا كابتن. طب عايز اسالك سؤال، انت يعني واحد اذا ما كنتش افضل باك رايت جه في تاريخ مصر فانت من الافضل. شايف مين احسن في المكان ده، عمر جابر ولا احمد فتحي؟ والله انا شايف الاثنين بيأدوا كويس جدا. احمد فتحي طبعا في البدايه برضه الناس، في ناس كتير مش عارفه ان مكانه الاصلي مش بالظبط، طيب، وهو كمان بيجيب مع الاهلي في نص الملعب. تمام. هو اصلا لما طلع مع في ناشئين او طلع وهو صغير مع الاسماعيلي وله فترات طويله ديفندر في نص الملعب، وكان بيأديها بشكل قوي. هو كان وعلى فكره اخر 5 6 ماتشات مع الاهلي هو ديفندر عالمي، هو مميز جدا بصراحه، ان عنده روح عاليه قوي،
وعنده وبيقاتل على كل كرة، وبيعجبني في انا بيعجبني بصراحة بان هو بيلعب ويتعرض للضغط جامد جدا وفي مستواه وانتقادات كتيرة جدا، انما هو فضل صامت لحد ما تقريبا انا شايف ان هو اميز من اميز اللعيبه في النادي الاهلي واميز لعيبه في منتخب مصر بصراحه. صحيح. كل الماتشات بيعملها بمستوى واحد وبيلعب على قد امكانياته، فدي انا بصراحه يعني معجب باحمد فتحي. انما عمر ليه، عمر جابر ليه ماتشات، والمدير الفني المفروض هو اللي يقدر يقرر في ماتشات معينه محتاج ان انا هاجم كتير ممكن فيها عمر. احمد فتحي هستفاد منه في نص الملعب. على فكره احمد فتحي كمان بيلعب مساك كويس جدا. صحيح صحيح صحيح. فالحته لا دي بس يعني موجوده قول عشان الطول مثلا ممكن يفرق شويه في ضربات الراس وكده، لكن هو في اعتقد الديفندر انه كويس لعبها قوي. قبل كده، اه انما هو مميز جدا ومن اميز لعيبه منتخب مصر حاليا واجهز واحد فيه. طيب كابتن، يمكن بنتكلم على فكره ان برضو في حد صفحة باسم كابتن ابراهيم حسن وبتهاجم وبتشتم ابو تريكة وكلامه، بيعتقدوا ان انت اللي بتقول ده، فعايز اعرف الحقيقة منك ايه؟ انت عارف، انت عارف شخصيتي طبعا. اه طبعا انا ولا حسام، احنا طبعا ولا لينا في تويتر ولا لينا في فيسبوك ولا لينا في صحيح. انت ما عندكش صفحة الكلام كابتن؟ ده، ها لا خالص. اه عايز افهم حاجه، انا دلوقتي يعني انا شخصيتي عامه لما اجي اقول رايي في حاجه انت عارف بقولها عن طريق الاعلام وبقولها اه ما انا عارف. بوضوح، اه ولا يعني عمري ما خفت من حد ولا اخاف من حد، اه هو طبعا ربنا اكيد يعني. انما ما يعني انا جايب الصفحه دي يا كابتن اللي على الشاشه دي، ليس لك علاقه بيها خالص. تمام يا خالد. انا بس انا مستغرب من وزاره الداخليه اه اللي هي مباحث النت، اه انا عاملين محامي الاستاذ عصام عجاج محامي بتاعي، اه ما هو الراجل عاملين محضر بقالنا شهرين في مباحث انترنت اه رقم 9 احوال اه انترنت. تمام. اه انا عايز افهم حاجه، ليه الداخليه ما تتحركش؟ ليه اه مباحث انترنت ما تتحركش؟ يعني انت هي ما عندك المحامي بتاعك وبلغت عن الصفحه دي في تاريخ والمباحث، بس ممكن حد يعملها ريبورت يعني؟ ممكن لو انت قلت لكل الناس ممكن الفيسبوك نفسه يلغيها. قلنا والله وعملنا في اكتر من مباحث الانترنت يعني، ده عليها 100,000 ومستني. بيقولوا يا كابتن، عليها 100,000 تقريبا. ما هي دي كارثه يا خالد اه يعني، دلوقتي انتوا مستنيين ايه؟ انا عايز افهم بس يعني رساله او كلمه لوزير الداخليه، انت مستني ايه؟ انت احنا انت آه خالد انت بتدفع ضرائب وانا بدفع ضرائب، آه 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 ومن حقك حق على بلدي انها لما في مشكله ده تحلها. انا مش فاهم هم هما مستنيين بيقولوا ايه لي يعني. دلوقتي هي لو صفحتك واتسرقت تقدر تقفلها، تمام. أو صفحتك ممكن ناس تقفلها، لكن هي مش واحد صفحتك عامل، أساسا. واحد عامل انا لك ان تتخيل ان واحد بيتكلم باسمك آه وعمال يتكلم بيمين وشمال. يا عم انت لو راجل انت مثلا معجب بيا ولا حاجه، ما اكتب اسمك وانا قلت كده محب ابراهيم حسن مثلا، واكتب على لسانك، انما انت ليه عامل صفحه باسمي وبتكتب كل حاجه، بتتكلم في كل حاجه، اه وعامل بتاريخ 4/12 محضر للمباحث انترنت ولا بيتحرك يا خالد؟ مستنين ايه؟ مستنين لما يعمل مصيبه؟ اه مستنين ما يشتم في البلد؟ مستنين ما يشتم في رئيس جمهوريه؟ عشان يقولوا ابراهيم حسن؟ يعني مش فاهم حاجه. يعني انتوا بتتحركوا امتى؟ يعني ما اتحركتوش الا ساعه حسام، مشكله حسام يا خالد في 24 ساعه، 4 ايام محكمه طره. تمام. يعني تخيل انت ما شفتش انا ولا وزير داخليه ولا مباحث ولا حد اتحرك خالص، اتحركوا ساعه حسام عشان مشكله مع واحد مستفز، انت فاهم، وجيلوا عملوا القصص دي، والمدير امني في اسماعيليه وقيادات كانوا قلقانين وعملوا المشكله اللي حصلت بتاع كان انصار بيت المقدس وانصار مش عارف ايه، كان حاطينهم في مدرسه السور طوله متر ونص ودخلهم اسلحه وما تحاسبوش، وحسام حسن في 24 ساعه محكمه عاجله ومشكله وطره البلد يعني بتاع سجن طره قصدي. فازاي ازاي التحركات طيب دي؟ يعني وانا وانا شخصيا بطلب يا كابتن دلوقتي بتبلغ على الهواء مباشره عن الصفحه دي ليس لك علاقه بيها، خصوصا ان هي عامله لك مشاكل كتير جدا وبتكلم على انها ابراهيم حسن. تمام. ده انا يعني عايز دلوقتي اقول لك ان انا واحد معايا دلوقتي في الاعداد قال لي على فكره دي صفحه كابتن ابراهيم.
يعني يعني هو وصل لمرحله كمان مخلي الناس مصدقه انها بتاعته. راجل لدرجه بنتي كانت صغيره بعت رساله بعمال على بتقول يا جماعه الراجل ده او الصفحه دي مش بتاعت بابا ده من فتره. وفي ناس طبعا مهندس علي والناس كلها بتبعت تقول له يعني عيب اللي انت بتعمله ومفيش فايده، تبعت اسم بتاع رقم المحضر مفيش فايده، ما هذه قوه لهذا الشخص ولا هو اهمال موجود من مباحث؟ ايه ده اهمال؟ انا شايف انه اهمال، كلمه اهمال دي اهمال رسمي. تمام يعني ليه؟ وبعدين انا يعني انت عارف عندي القدره ان انا لما بنقد حد بنقد حد في وشه. لا انت ما انا ولا متابع ولا مش متابع مشكله ابو تريكه ولا غيره، انا مع يعني كل واحد حر. تمام. اشكرك كابتن ابراهيم حسن، طبعا نجم مصر ومدير الكره بالنادي المصري البورسعيدي.